السي محمد تقدم المشاريع القوانين لا العثمانيه ولا اخر نوش ما بغاوش يناقشوا في القوانين ديال تسويه الاصول. هذا هو الحوار، هذا هو الهدوء. درناه في البرلمان السابق وهذا البرلمان واحد جوج ديال المحاورات اللي تنظيم هو بشكل او باخر واجهضت بشكل او باخر اجهضت. اليوم كما قال لكم الاخ العالمي في الاول حنا الكونفيدر اليوم في الاطار هذا النقاش اللي مطروح، قلنا هذه هي الفرصه ندفعوا بهذا النقاش الوطني الى مدى، وتوجهت الدعوه الى السيده المحترمه وزيره الاقتصاد والماليه، السيده المحترمه وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه، السيد المحترم محمد رحو رئيس مجلس المنافسه المؤسسه الدستوريه احمد رحو، السيد وزير التشغيل والادماج والاندماج وداك الشيء الكبير كاع ديك السميه اللي كاين، من غير الاعتذار زعما لا باقي اللي جاي من وزاره الماليه الاخرين كانه شيء لم يكن. هي اللي قال السي محمد في الاول بحيث انه الملف وقال الاخ العالم في الاول بحيث الملف حيت كيقولوا له ما تقربوش اللي قرروا لي غيتقرض فيه. بمعنى حنا دابا هاد الملف راه كنا نديروا المنطق الاخر ديال المغاربه نديروا النعمه ونشدوا الجلب ونمشيو، ولكن حنا طارحين خص يكون نقاش. الاستاذ الهدري كيقول لك الوزير تتحدد على السيناريوهات، ما عرفتش تشاورات في السيناريوهات. والسيده كتقول لك هي راه التكريم ما خصوش يكون كاع. واش دابا الوزيره ديالنا ولا عاد رئيس مجلس المنافسه ولا كاع الضباط الكبار ديالنا يفهموا احسن من رجعكم هنايا فاش اوبي بلوس خدات القرار ديال التخفيض ديال الاخر بايضا ما عجبوش الحال قال لهم هذا قرار سياسي ضد امريكا. السعوديه جاوبته وزير الخارجيه ديال السعوديه خرج قال ماشي حنا اللي طلعنا البنزين على الامريكيين، اللي طلع البنزين هو بايضا اللي ما بغاش يطلع الطاقه التكريريه ديال البترول كاين خاصها كبير. يعني كاين شي حاجه اكثر من هذا الشيء والارقام اللي قلنا راه واضحه. بمعنى حتى هاد الناس اللي بغاو يدافعوا على شي منكر يدافعوا ليه بشي شكل اخر ماشي بهذا الشكل الفضوح ديال انه ما كاينش الارباح الفاحشه وبانه هاومش. واش كاين شي قطاع اللي فيه المردوديه الماليه 60%؟ كتحط درهم كتجيب 60 فران. هو القطاع ديال المحروقات. مجلس المنافسه حاول على اساس يمشي يتكلم على الارباح الصافيه حبس، ولكن فاش كنديروا لا كونطابيلتي ديال اي سوسيتي ولا كنديروا لي كون ديال لا سوسيتي كيسكو سي كي لو ريزولتا نت؟ راه سي تو ريزولتا ديكسبلوطاسيون وكنحيدوا منها لي شارج الاخرين لي زابروفيزيونمون الحوايج اللي كنديروا في زانفيستيسمون عاد كتبقى لينا ريزولتا نت. بمعنى انا ديك الشركه راه يمكن الربح الصافي ما نخرجوش، ولكن دوك الفلوس اللي خرجت كنخشيها في الشركه كندير استثمار. بمعنى القيمه ديال الشركه في 2016 ماشي هي القيمه ديال الشركه ديال 2022، وهذا هو واحد المحاوله ديال التخليط اللي بغى مجلس المنافسه يديرو من حيث انه قال بان الارباح عاديه راه غادرها ولا شي حاجه بحال هكا. طبعا نتكلموا بلغه الوضوح بالنسبه للمغاربه شنو يمكن نديرو باش نضغطو. حنا منظمه نقابيه كما قلنا جميع الواجهات اللي يمكن نديروها درنا. باش نقولوا القضيه ديال شي كاين مجلس المنافسه راه تقدمنا بها ككونفدراليه ديمقراطيه للشغل انطلاقا من العلاقه اللي كنفهموها ديال الغاز مع الكلفه ديال النقل مع القدره الشرائيه ديال المواطنين. وليكن في علمكم بانه كاين هيئات اخرى اللي تقدمت بالشكايه معنا ومورس عليها الضغط وسحبت الشكايه، وحنا سيدتي تمارس علينا الضغط باش نسحبوا الشكايه وما سحبناهاش. لو اننا سحبناها ما كانش هذا النقاش كاع يطرح من جسم المزنفه. بمعنى لا مشترك. ونعطيكم وحده سي باز اون كونفيدونس، راه في الترافع ديال اليومين داخل مجلس المنافسه كنا حاصلين غير في الصفه من نحن لنتقدم بالشكايه، لان الاطراف الاخرى كانت في الاول بعد كتقول شكون انتم اللي حسن الحظ على اساس انه القانون ديال المنافسه اللي كاين حاليا كيتكلم وكاتبها بالوضوح يقول المنظمات النقابيه ان تتقدم بالشكايه. لو انه ما كانش حتى شي واضح راه كان يمكن يكون التاويل ديال النص حتى حنا كمنظمه نقابيه ما يمكنش يجاوبونا في هذا الموضوع هذا. وبالنسبه للقانون حاليا اللي كيتناقش داخل المراجعه ديال القوانين، لا قانون ديال مجلس المنافسه ولا قانون ديال الاسعار ديال حريه الاسعار والمنافسه، راه الاشكال اللي وصل في التناقض ما بين الصيغه الاولى والصيغه الثانيه شكون هادو اللي خدموا في هذا الشيء؟ خدم فيه مجلس المنافسه اللي فيه الاعضاء. الاعضاء شكون هما؟ من يعين اعضاء مجلس المنافسه في القانون؟ الرئيس. يا
يعينه الملك، ولكن الاخر شكون يعينه؟ وجوج اخرين يعينهم رئيس ديال السلطه القضائيه، ثلاثه، ولكن تسعه اخرين من 10 شكون يعينهم؟ كاينه رئيس الحكومه باقتراح من، تصوروا انتم دابا رئيس الحكومه ديالنا من كبير الضباط ديال النفط والغاز كيعين اعضاء مجلس المنافسه باش يتكلموا على القطاع ديال المحروقات والمنافسه، وانه في مجلس المنافسه كاين القضيه، ولكن الا مشينا للهيئه ديال الرشوه، الا مشينا للوكاله ديال الضبط ديال الكهرباء، الا مشينا للمؤسسه الدستوريه اخرى، راه رئيس الحكومه كيعين شكون الاعضاء، لانه كاين التقاسم ما بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، على الاقل كتخلي شي شويه. هذا الفصل 10 في القانون ديال المنافسه ما عليهش تعديل اليوم، ما مطروحش التعديل. فين هو فين كاين الاشكال في مجلس المنافسه؟ راه كاين في الاعضاء. ودابا انا بغيت واحد القضيه غتوقع في المغرب، وديك الساعه اللي عنده شي بلاد يهرب ليها يهرب ليها. انا ما كرهتش يبقى هذا مجلس المنافسه هو هو بنفس اعضائه، وغادي يعاود يناقش هذا الملف ديال الشيكان، وغادي يخرج لواحد الخلاصه من غير ذاك الخلاصه اللي خرج بها في 2020، وغيتبين بانه بلاد تكلم، لان كان كيقول شبهه وكيقترح العقوبه ديال 9 ولا 10، ولكن حينما غيرنا رئيس المجلس تغير راي المجلس، وهذا هو الخطر اللي قال السي محمد ديال السلطات اللي يمكن يحتكرها رئيس المجلس المدرسه بالنسبه للمستقبل، هذا هو الخطر الكبير. والمؤشرات والمقدمه ديال هذا الشيء واضحه. علاش؟ لانه عندنا مجلس المنافسه السابق في الاحاله اللي دار عليه الداودي في الحكومه ديال العثماني في التسقيف ديال الاسعار، من توصيات اربعه جا قال لي في واحد التوصيه المدخل لمحاربه هذا الاحتكار وتكسير هذه الجسور ديال التفاهم واعاده امتلاك مفاتيح صناعه التكرير ديال البترول. كانت توصيه واضحه. هذا المجلس الحالي قال ملاحظه اخرى، قال لك لا خصنا ندير واحد الدراسه ديال الجدوى ديال كذا شي من اللي. وهذا المجلس اللي كان مع القراوي وبالمقرر العام وبنفس الاعضاء وهما اللي داروا هذه الدراسه ديال تقيف في 2000، ماذا تغير؟ خطير هذا الشيء، هو انه في 2019 و2018 لم تكن هوامش التكريم بالشكل الملتهبه اليوم اللي كتبرر اكثر العمليه ديال التكريم. وكيقولها مجلس المنافسه في هذا التقرير الاخر ديالو، كيقول بانه انفصال ديال اسعار النفط على اسعار المواد الصافيه وارتفاع هوامش التكريم، ولكن باش كيجي الخلاصه كان يمشي ابعد من الخلاصه السابقه ديال يقول امتلاك، يقول تسريع الامتلاك ولا شيء. يبين بانه كاين مقدمات لقرار اخر جاي، نتمنى ما يسمعوش فيه هو